الأكل بيكمل مع بيبسي. يلا ناو. بالنسبة لمباراة غد، مثل ما يعرف الجميع هي المباراة، يعني هدفنا المنشود هو صعود كأس العالم وطموح مشروع لكل فريق. احنا جينا هنا للبطولة وحقق اجرينا 3 مباريات وحققنا هدفنا هو التصدر المجموعة. الآن الأمور تغيرت، هو وصول كيف نصل لكأس العالم من خلال هذه المباراة. صراحة عدينا اعداد نفسي وفني وأوراق الفريقين المكشوفة الفنية، إن شاء الله عدينا العدة للفريق السعودي وإن شاء الله البطاقة للمنتخب العراقي. إن شاء الله متفائل باسل بالفوز؟ والله إن شاء الله متفائل بلاعبينا بكادرنا بالمسؤولين، يعني وهذا التفائل جاي من جوانب عدة، منها الأمور الفنية والأمور النفسية، ودائما اللاعب العراقي يبين في أوقات الضيق يكون موجود، وإن شاء الله فريقنا مؤهل لخطف البطاقة كأس العالم. شلون تشوف معنويات اللاعبين؟ والله معنويات عالية، حضور متميز، مسؤولين من مشرف الفريق حتى رئيس الاتحاد، حتى أنتوا الإعلاميين جانب جدا مهم مع المنتخب، تواجدكم كل القنوات، فهذا يدل عن لحمة الشعب العراقي، وهذا الهدف ما يتحقق إلا بتعاون الجميع. إن شاء الله يكون البطاقة للمنتخب العراقي. إن شاء الله اللاعبين كلهم صاروا عزيمة إن شاء الله على الفوز في مباراة الغد أمام السعودية. إن شاء الله نهينا آخر وحدة تدريبية بسلام، اللاعبين كلهم على أتم جاهزية، إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية والفوز إن شاء الله ونفرح الشعب العراقي. متفائلين بالفوز؟ إن شاء الله متفائلين، إن شاء الله كنا كادر تدريبي لاعبين إن شاء الله عازمين على تحقيق الفوز إن شاء الله. الآن هو الوقت الأمثل للاستثمار العقاري في كندا. أقوى الأسواق العالمية للعقارات. للمزيد من المعلومات اتصل بالخبير العقاري علاء يوسف صاحب أعلى مبيعات لشركة ريماكس ل4 سنوات متتالية. الرحمن الرحيم، أنا وصلت البحرين المنامة لمؤازرة المنتخب العراقي غدا مع شباب السعودية. الفريق العراقي شفتوه هسه بالتمارين كلهم، من وصلت أنا عمة الفرحة وعمة الأهازيج، وإن شاء الله فرحة كبيرة غدا بالفوز على السعودية والتأهل إلى نهايات كأس العالم. كلهم عزيمة وأصرار، وباكر أنا إن شاء الله حرقة للملعب بصوتي أوصل لكل العالم. إن شاء الله فرحة كبيرة للشعب العراقي. أحمد كنكن، مشجع العراق الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لمباراة غد مع الفريق السعودي، إن شاء الله الفريق جاهز للمباراة والكادر التدريبي وضح نقاط القوة والنقاط الضعف الفريق السعودي، إن شاء الله بجهود اللاعبين والكادر التدريبي نتجاوز هذه المباراة بسهولة إن شاء الله.